تانية علشان نكمل حوارنا مع الإعلامية مروة شتلة، علشان كمان نعرف يعني بداية رحلتها من خلف الميكروفون في الإذاعة. مروة، كلميني بقى بعد ما دخلتي الإذاعة وأول مرة تقعدي خلف الميكروفون، كان إيه شعورك وإيه اللي حصل وقتها؟ بصي، أنا دخلت الإذاعة فباخد فترة تدريب كده الأول، بدخل الاستديوهات بشوف بسمع يعني زمايلي الكبار بقى في هذا المجال، يعني اساتذتي اعداد يعني او تدريب اعداد هو بشوف البرامج بتتعمل ازاي، تترات، لان انت مذيع الاذاعه هو اللي بيقوم بكل حاجه، اعداد، تقديم، مونتاج، اخراج، بصي كل حاجه يعني. طب يا مروه، البدايه دايما في اي حاجه بتكون صعبه، لكن ما بتكونش الاصعب، الاصعب منها انك تفضلي حاجزه مكانك وتتقدمي عنه كمان. ازاي بقى انت قدرتي يعني تزحمي وسط يعني وسط قامات من المقدمين الاذاعيين كمان وتكوني دلوقتي في القمه؟ لازم اختياراتك عموما تبقي ناجحه، وعلشان برنامجك يكون ناجح لازم تكون انت والبرنامج شخصيه واحده، يعني شخصيتك تغلب على البرنامج والبرنامج بيغلب على شخصيتك، يعني انتوا الاثنين تبقوا واحد. فالحمد لله، انت عشان تعملي لقاء لازم تكوني محضره له كويس، مذاكره له، تعرفي انت بتتكلمي في ايه، ايه النقط المهمه اللي انت هتحاوري فيها الشخصيه اللي قدامك، لازم تشوفي اهتمامات الناس اللي بيسمعوكي نفسهم، بتحطي نفسك مكانهم. انا نفسي اسال الشخصيه دي في ايه وعن ايه. ناس في حياتنا ده كان برنامج اجتماعي قدمته مروة، وكمان قدمت البركة بشبابنا، وده كان برنامج ديني. الحقيقة ده كانت نقطة تحول فني، تغيير مسار، نقدر نقول انه تغيير من الشرق إلى الغرب، حاجة كده مختلفة تماما. انت بقى ما خفتيش تاخدي الفرق ده، يعني تاخدي التجربة دي؟ لا، بصي هقولك، علشان تكوني مقدم برامج ناجح لازم تكوني متنوعة، يعني عندك القدرة ان انتي زي الممثل بيلبس اي شخصية وبيكون ناجح، يعني بيلبس شخصية رجل دين، رجل سياسة، رجل فن.